سيف رزح الظهر واخو عديل رمز الاخاوي الوفام والصفات الاصيله. اعتز وافخر باخواني علاج العليل سلاح ناجي ودرعه في الظروف العليله. الوعد والعهد في صف الاخا ما يميل وانا على العهد باقي في الشروع الطويله. قصيده كلمات ناجي احمد ناجي القفيلي محافظه حجه مديريه مبين قريه شوحط موجهه لاخوانه سيف وعديل بعنوان لما الشمل. يلحنها فايز ابو شمس عزفاء ابو خليل عبد الفرحان وايق حاز بيت مع تحيات تسهيلات الفايز دمار. ترجمة
تذكروا كم معاكم قد عملت الجميل تقدير وجلال والدنيا عليكم محيلة وفي وجامل ولا أنا لا جهدكم بخيل والله ما شفت نفسي لا جهدكم بخيلة واليوم شفت الأخوة مثل عابر سبيل قد اكتلبت على وعد العهود الثقيلة يا أحني أح من هذا الزمان الرذيل قد أصبح البعض في الموعود خالي سبيلة ما كنت أظن أن الأخوة يشعلوا للفتيل ويخلفوا وعدهم والعهد في ظرف ليلة ما كنت أظن أن الأخوة يشعلوا للفتيل ويخلفوا وعدهم والعهد في ظرف ليلة وأنا تحملت من أجل أخواتي للثقيل لما وصل كل واحد منهم للحصيلة والآن غابوا وما حد قال ذا مستحيل والوعد محسوم ما بدل والأرض بديلة ما دام ربي معي حسبي ونعم الوكيل يصلح أموري ويجمع للخليل والخليلة ما دام ربي معي حسبي ونعم الوكيل يصلح أموري ويجمع للخليل والخليلة والحق لابد منه في الكثير والقليل واللوم يرجع على من خاب وعده وقيله هذه رسالة لأخواني كرام الدخيل كثر الخبر ما يفيد يا أهل الشروع الطويلة الخبر ما يفيد يا أهل الشروع الطويلة إلى متى ينتظر ناجي لقطف النخيل والقلب مفتون في مولى العيون الكحيلة إلى متى ينتظر ناجي لقطف النخيل والقلب مفتون في مولى العيون الكحيلة والختم صلي على المختار طه الفضيل شفيعنا من جهنم حرها والشعيلة شفيعنا من جهنم نارها والشعيلة للتواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 7216940 أو 7111550400